كلنا بنعرف قد ايه اليوم مشاهدينا العين حساسة وممكن تتعرض لكثير من المشاكل بالحياة. اليوم عم نحكي أكثر عن شبكية العين، هي الطبقة الأعمق في العين وهي جزء شفاف بيحتوي على ملايين الخلايا الحساسة للضوء والتي تستقبل الضوء وتحوله إلى إشارات كهربائية تنتقل عبر العصب البصري إلى الدماغ ما يؤدي إلى الرؤية. أكيد يا هايدي، اليوم هاي الحالة هي حالة شائعة ومنشوفها عند ناس كتير، ولكن اليوم قدمهم الكشف المبكر عن هاي الحالة. هل الكشف المبكر اليوم قادر أنه يسيطر على موضوع الشبكية ويكون شافي ببعض الحالات؟ هل يمكن الكشف المبكر أنه يبطئ، خلينا نقول، أو عملية تقدم الحالة عند الأشخاص؟ شو هي أهم طرق العلاج؟ شو هي الأسباب؟ وهل الأعراض حتكون ظاهرة على هذا الشخص؟ معلومات جدا مهمة حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم، وهو الدكتور أحمد مصلي، أخصائي بأمراض العين وجراحتها. يسعد صباحك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. موضوعنا اليوم بهم الأشخاص يلي عندهم مشاكل اليوم، مرضى السكري. حابين نتعرف نحن والمشاهدين شو نقصد باعتلال العين السكري. طبعاً مرض السكري مثل ما تفضلتوا مرض شائع عنا بالبلد، موجود عند كتير ناس وبصيب أعمار مختلفة، يعني ممكن نشوفه موجود عند الصغار بالعمر، لكن الأغلب هي الفئة العمرية الكبيرة، يعني وسطياً بالخمسين سنة. يعني له أنماط، النمط الشبابي والنمط الغير معتمد على الأنسولين اللي بصيب الكبار. هلا هو كمرض سكري بصيب كل أجزاء العين بصراحة، يعني مو بس الشبكية، يعني بصيب الأقسام الأمامية، بصيب حتى الأشفان، بصيب بيأثر على نقص الدمع، ونحن فايتين جوات العين هيك لنوصل للشبكية وهي الطبقة الأعمق والأكثر أهمية بالنسبة لنا. ليش الشبكية مهمة أكثر من بقية الأقسام؟ هذا القسم شو بيتلف منه السكري خلص ما في مجال لتصليحه، فالكشف المبكر هو يعني درهم الوقاية، هو الأساسي عنا بالحالة هي. لأنه إذا كشفنا مبكرا فنحن بنحافظ على سلامة الشبكية عن طريق إما ضبط السكر بالتنسيق مع الطبيب أخصائي الغدد السم والسكري، مشان ما تتطور الحالة لحالة بحاجة علاج. وإذا تطورت الحالة من الحالة اللي بس بدها ضبط السكر لحالة اللي بدها تقديم أي نوع من العلاج، فنحن بهالمرحلة هاي بصير بدنا نقدم العلاج لنحافظ على الموجود. يعني إذا كان المريض عم يشوف 10 من 10 ومبلش عنده إصابة، فبنعالجه مشان نحافظ على 10 من 10. لكن لما بيجينا تدهورت رؤيته، واغلب مرضانا بصراحه للاسف بحب يستنى، يعني يستنى ليتاكد انه فعلا فقد انا النظر، بعدين بروح تماما بروح عند الطبيب، بصيرنا نحافظ له على القسم المتبقي. فمشان هيك يعني دائما بنحب ننوه وننبه، وهيك جهودكم الكريمه، انه لازم السكر دائما نفحص قبل ما نشكي. طيب دكتور، ذكرنا مرض السكري وهو مرض شائع، وعندنا سكر اطفال، سكر شباب، والسكري المعروف بالاعمار المتقدمه، ولكن اليوم هل اعتلال الشبكيه هي سبب فقط مرض السكري او في اسباب اخرى؟ ما في شك عندنا مجموعه كبيره من الامراض بتاثر على الشبكيه. الشبكيه هي نسيج يحوي على اعصاب واوعيه، فاي مرض بجسم الانسان بيأثر على الأعصاب أو الأوعية بنكشفه نحن من الشبكية، لأنه بيكون في عندي تظاهرات على الشبكية. وهذا مجال التعاون بين أحياناً بين أطباء الغدد مثلاً أو أطباء الاختصاصات الأخرى، بيحبوا يعرفوا مثلاً. أحياناً بيكون الموضوع مو شكوى عينية، بيجينا المريض استشارة من طبيب السكري إنه شوف لي هل السكري عنده قديم للمريض ولا هو شيء جديد، لأنه بجوز المريض ما بيعرف إنه معه سكري، وطبيب الغدد مستحيل يقدر يعرف مثلاً إذا ما إحنا شفنا وفحصنا قعر العين وشفنا إنه الشبكية مبلش فيها اعتلال، مبلش فيها إصابات، لو المريض ما عم يشكي من شيء. فنحن لما بنلاقي في بداية إصابة بالشبكية بنخبر إنه السكري عنده قديم، بس هو ما له عرفان المريض. ولكن إذا لقينا الشبكية سليمة هذا دليل إنه غالبا السكر عنده جديد أو جسمه مقاوم شوي على إصابة السكري. تمام دكتور، خلينا نروح من الأسباب ونحكي عن الأعراض. اليوم بنسمع كثير إنه هذا المرض ممكن ببداياته ما بتكون الأعراض واضحة بعد فترة، هل هذا الشيء صحيح؟ وخلينا نوضح شو هي الأعراض أو العلامات اللي ممكن تظهر عند الشخص وفعلا يعرف ويتأكد إنه عنده اعتلال عين سكري.
هلا غالبا المريض اذا كان هو اوريدي مشخص داء سكري فهو عنده اعراض اخرى جسديه يعني لها علاقه بداء السكري. بيجي المريض هو عاده السكري له يعني اتجاهين، في عندنا اتجاه بيروح بحب يصيب الاوعيه الدقيقه الناعمه، وفي الاتجاه الثاني اللي بحب يصيب الاعصاب. فمشان هيك بنلاحظ في عندي نمطين من الناس، ناس بتشكي اصابات عصبيه بتلاقي في خدر وتنميل باصابعها وكذا، وناس بتشكي بالاصابات الوعائيه اللي بنسمع فيهم تبع القدم السكريه والشخص اللي تاثر وصار بده بتر اصابعه وكذا. المهم المريض عاده حتى يشكي عينيا يعني يصير عنده شكوى عينيا غالبا بيبقى بيعرف حاله، يعني 90% من المرضى بيعرفوا حالهم انه مرضى سكري. بعد عده سنوات من الاصابه من السكري ولحط بين قوسين المهمل، يعني انه المريض سكره مهمل، المريض اللي سكره مضبوط غالبا ما بصير معه شيء، يعني المريض اللي سكره عادة تحت أرقام ال 140 مثلا ما بتصير عنده إصابة شبكية، ما بصير عنده إصابة عينية، ما بصير عنده أي شكوى. ولكن المريض اللي تارك سكره 200 و300 و400 وجاي بعد 4-5 سنين يقول لك بلشت أشكي، شو الأعراض مثلا بشكي فيها؟ هلا أول شيء الغباش، يعني ما عاد شاف منيح، صارت الرؤية مو واضحة، الشيء اللي عم بيطلع عليه صار معروج مثلا، ما عاد له هالاستقامة، صار له انحناءات وميلانات، هذا كله بسبب الوزمة اللي بتصير بمركز الرؤية. أحيانا بيجينا المريض مرحلة أكثر تقدما غياب للرؤية بسبب نزف صار عنده جوات العين، نزفت الشبكية من أوعية مستحدثة بسبب داء السكري، فأدت لغياب الرؤية وبصير اللي بيقدر يشوفه هو حركة إيد أو ضوء لحد ما نقدم له العلاج المناسب. طبعا أنا ما تطرقت للأعراض العينية الأخرى، نحن عم نركز على الشبكية شوي، ولكن في عدة أمور أخرى لها علاقة بالسكري. جفاف العين ممكن يكون سببه سكري، هبوط الأجفان بتهبط بسبب ضعف الأعصاب اللي بترفع الجفن كمان بسبب داء السكري. احيانا بيكون عرض معاكس، نقص تصريف الدمع بسبب انه المضخه تبع الدمع ما عاد تشتغل مزبوط فبصير دموع عكس الجفاف. اصابات القرنيه بالجفاف، اصابات البلوره بالساد المي البيضاء المعروفه بشكل عام، وعندي اعراض اخرى كثيره يعني. ولكن نحن اللي بيهمنا بالاساس هي الشبكيه، لانه الشبكيه لما بتنصاب هي او العصب البصري بصير مثل ما حكيت بالاول انه بدنا نحاول نحافظ على الشيء الموجود وبالتالي خسرنا اكيد. يعني احنا اليوم ما رايحين لحاله شفاء تام حكيم. اليوم وقت بيجي شخص لعندك وعم يشتكي من هذا الموضوع، كيف اليوم اجراءات التشخيص؟ هل في تشخيص خاص بهذا الحاله؟ هل في صور ممكن حضرتك تطلبها؟ هل في تحاليل؟ هل ممكن يكون في تشاركيه من اطباء اخرى؟ صحيح. هلا المريض السكري عاده مثل اي مريض يعني بنفحصه فحص كلاسيكي اللي هو بنشوف قديش عم نشوف كحده بصر، بنشوف اذا عنده اسواء انكسار. كيف دكتور طريقه التاكد من الاصابه السكريه؟ فنحن اول شيء بنفحصه مثل ما بنفحص اي مريض، ثم ننتقل على الشيء اللي بهمنا اللي هو تنظير قعر العين. هو فحص روتيني وبسيط بالعياده، بنقطر اطراف تتوسع الحدقه اللي هي البب الاسود بالعامي بيصير واسع هيك عشان نقدر نشوف كل اجزاء الشبكيه جوا. ثم على نفس جهاز الفحص مصباح الشقي اللي اسمه سليت لامب موجود بكل عياده عينيه، بنحط المريض عينه وبنقدر نطلع من خلال عدسه خاصه بتقدر بنحطها قدام العين بين الجهاز والعين، تعطينا منظر لكافه اقسام الشبكيه الداخليه. في حال بدنا الاقسام المحيطيه بنستعمل عدسه اخرى بتعطينا الاقسام المحيطيه البعيده، وهيك بنقدر نشوف بالعين المجرده كطبيب مع استخدام الخبره اجزاء العين كلياتها واي اصابات موجوده سواء بالعصب البصري او بمركز الرؤيه هي اللثخه الصفراء، او اذا في عندي اي اصابات بمحيط الشبكيه اللي ما بنقدر نشوفها مباشره اذا الحدقه مو موسعه. هلا بعد ما نشوف هاي الفحوص هاي ونشوف انه في عنده علامات، هلا ممكن نشوف ما عنده اي علامات المريض وبيكون شكوته اخرى يعني ما لها علاقه. ولكن اذا شفنا معظم مرضى السكري بتلاقي معركه جوات العين على نزوف على رشح على اغشيه وقايمه لقيامه، فبنضطر نستخدم بعض الاستقصاءات مشان نقدر ناخذ قرار شو الشيء الطبي المناسب ممكن ناخذه. يعني اول شيء ممكن ناخذ تصوير الطبقات الشبكيه اللي بنسميها الاو سي تي، بيعطينا اذا في عندي وزمات او كذا بمركز الرؤيه.
الشيء الثاني ممكن ناخذه هو التصوير الظليل، بيعطيني قديش في عندي نقص ترويه بسبب داء السكري صار بالشبكيه، وهيك نحن بنقدر نعرف شو بدنا نساوي له للمريض كعلاج. يعني صوره الاوسيتي وصوره الشبكيه الظليله بالاضافه لاستقصاءات حديثه وجديده هلا مثل صور الانجيوغرافي وصور تصوير الاوسيتي الانجيو يعني، وفي حال ما عندي رؤيه نهائيا يعني احيانا بيكون في نزف كامل يعني ما فيك تشوفي الشبكيه واجزاء، نضطر نساوي الايكو، في ايكو خاص للعين بنساوي يبين معنا اقسام شبكيه اذا خلفيه سليمه ولا في عنده شد المريض مساوي له انفصال شبكيه، يعني كمان السكري بيساوي امراض اخرى مثل انفصال الشبكيه والنصف الزجاجي، وبناء على الاستقصاءات اللي ساويناها والفحص المباشر بنتخذ اجراءات طبيه شو بدنا نساوي. تمام دكتور، خلينا نوضح اكثر اليوم شو هي درجات اعتلال الشبكيه السكري، خلينا نوضح اكثر ايمت ممكن تكون موضوع بسيط او ممكن يكون خطير ويؤدي لانه احنا نلجا لعند الطبيب. تمام، هلا نحن اول ما نفحص المريض عندي ثلاث مراحل ممكن نساويها، اول شيء المرحله الغير عرضيه، يعني المريض عم يشوف مريض سكري عم يشوف منيح، فحصنا وسعنا الحدقه فحصنا الشبكيه ما في شيء نهائيا، شبكيه طبيعيه تماما، وهذا الوضع كثير مهم وكثير غدار لانه عند المريض لازم ما نقول له المريض فورا انه الحمد لله ما فيك شيء، لانه شو بفكر انه سكره 200 وانا ما صار شيء بالشبكيه وبالتالي ضلني عم باكل حلو قد ما بدي واكل خبز واكل رز واكل انه ما بيصير. طيبين دكتور طيبين. اي طيبين طبعا، لكن طيبين هذول اللي بيضروا اطيب شيء بصراحه يعني اسمه حلو. فعمليا المريض السكري بيحب الحلو اكثر من الانسان العادي، صحيح لانه جسمه ممنوع مرغوب بلحظه، مو بس لانه ممنوع فيزيولوجيا، هلا الجسم عنده لما ما عنده مخزون سكر، هو ليش هو مريض سكري؟ لانه الانسولين اللي عنده قليل فما بيقدر يخزن سكر كثير، فهو لما بينقص السكر عنده الدماغ بيصير بيطلب سكر بشكل كثير كبير يعني، فبتلاقي مريض السكر بيحب الحلو اكثر من الانسان العادي يعني، وهذا شيء طبيعي يعني. فنفحص اول مرحله سكره عالي ما في شيء، بنقله لطبيب الغدد بالتعاون معه انه المريض شبكيته طبيعيه، يفضل ضبط السكر حتى لا ينتقل للمرحله الثانيه. لحسن الحظ انه السكري بيقعد فتره طويله سنوات قبل ما يوصل للمرحله اللي بيأثر فيها على الرؤيه، يعني بين 5 سنين احيانا لعشر سنين عند السكر المعتمد على الغير معتمد على الانسولين، يعني اللي بيصيب الكبار غالبا، وفتره اقل عند الشباب، الشباب بيتحملوا سنه سنتين ما بصير عندهم شيء بعدين بتدهور الوضع بسرعه. فعمليا المرحله الثانيه هي اعتلال الشبكيه السكري الغير منمي، نحن بنفحص بنلاقي شغلات هيك بسيطه مثل نمشات نزفيه صغيره، شويه رشوحات، بس مريض عم يشوف منيح 10 من 10 ما عنده اي مشكله نهائيا، بنكتب لطبيب الغدد المريض مبلش عنده بدايه علاج اعتلال شبكيه السكري، وهذا غالبا بيكون صار له 4 سنين 5 سنين من السكري الغير مضبوط، ليكي قديش هيك المريض معه فتره منيحه حتى يقدر يظبط حاله، وفرصه انه ظبط سكرك ليصير شيء بنشوف. المرحله الثالثه اللي بيدخل فيها المريض اللي هي اعتلال الشبكيه السكري المنمي، نفحص هيك بنلاقي بقى بلشت المعركة، بلشت الأغشية تمتد من العصب للمحيط للنزوف وعم يشد وبدها تنفصل الشبكية، والمريض عم يشوف 4 5 من 10 يعني نزلت الرؤية تبعه، زبط سكرك لا خلص تعودت صار لي 10 سنين أمور منيحة وتعودت على الأشياء اللي عم شوفها خلص حاجتي هيك. المشكلة إنه بدك يعني اشرح له إنه حيتدهور وضعك كثير يعني هلا مبدئيا هيك لكن بعد سنتين ما في هيك، وللاسف فعلا 50% يعني 50% من المرضى بيجونا بعد مثلا بيكون عم يشوف 5 من 10 بيجينا بعد كم سنه عم يشوف متر او مترين او اقل من 1 من 10، ليش؟ لانه صعب يقاوم الحلو، هو الحلو صعب يتقاوم. والله معه الحق يا دكتور، يعني مثل ما قلنا ان شاء الله هيك بصحه وسلامه للجميع. دكتور اليوم هذا الموضوع جدا حساس، وهيك بعنوان للفقره ونصائح جدا لكل الاشخاص اللي عندهم امراض سكري والاشخاص اللي عندهم خلينا نقول تاهب ليصير هذا المرض، اليوم كل الناس معرضه لهذا المرض وخاصه بزمان الضغوط النفسيه والازمات باي لحظه ممكن ينصاب، شو بتحبي تقول لهم يعني كرمال ما نروح للحاله الاسعافيه دائما؟ هلا في عندي بعض الناس بتعتقد انه موضوع السكري بيصير يعني بيصير تحت الضغوط والكذا، هو للامانه السكري يعني
يعني لما بده يكون بده يصير حيصير على كل الاحوال سواء كان في ضغوط ولا لا. طبعا ما في شك الناس البوردر لاين اللي عندهم يعني نقص وبده يصير ممكن الستريس يدفش شوي لقدام يصير بسرعه. لكن في مفهوم خاطئ عند الناس، اللي بياكل حلو كثير، اللي بياكل كربوهيدرات كثير كذا حيصير معه سكري. ما حيصير معه سكري. الجسم الطبيعي ما بصير معه سكري. الجسم المؤهب للاصابه السكري وخاصه اللي عندهم عوامل وراثيه جاهزه بالعيله، في ناس كثير عندهم مرضى سكري، ممكن يصير عندهم سكري اكثر من غيرهم. مجرد ما انت شخصنا انه عندنا سكري، رح احكي شغله كثير مهمه وحلوه، انه اذا انت ضابط سكرك بتعيش كانه ما معك سكري. كل المطلوب شويه اراده بالاول يعود حاله على ستايل اوف لايف، نوع نمط من الحياه الخالي من اكل الكربوهيدرات اللي هي الخبز، الرز، المعكرونه والبطاطا، ما ضل شيء. تمام، هذا هو عماد العمود الفقري تبع اكلنا بالبلد يعني. لكن بامكانه يستعيد عن شيء، يعني هو حاله سكري حاله خاصه بامكانه يستعيد بشغلات ثانيه، يعني حتى في كربوهيدرات مقبوله اكثر، يعني البرغل اهون شوي مثلا، الفريك اهون شوي، الخبز السكري يعني هو ماله يعني فيه كربوهيدرات لكن فيه الياف بتخفف كثير اموره. الوقايه ثم بعد التشخيص بده يحاول واحد قدر الامكان انه يضبط سكره ويراقبه، ما بيهمني شو عم تعمل بالنهايه، بيجيني المريض بيقول لي والله ما باكل شيء، يعني عندي كثير مرضى ما بياكلوا شيء بس سكرهم 400. هو بالنسبه له ما بياكل شيء، بياكل لما بيعمل لك هيك تفكري انه بياكل نص رغيف، بياكل نص ربطه عمليا يعني بقى شو اسمه، بس انه بالنسبه له ما بياكل شيء لانه اللي حواليه بياكلوا اكثر، ما له مقياس، مقياسي انا التحليل. كل مرضى السكري بتحللوا سكر صباحي خلال فترات متقطعة بالأسبوع بالشهر، والخضار بالسكري. طالما سكرك مزبوط لا بيهمني شو بتاكل ولا بيهمني شو عم تاخذ دواء، المهم تحليلك يطلع ظابط. وبالتالي مشكلة ضبط السكر بالنسبة لنا هي المشكلة الأساسية. ضبط السكر معناته ما في أعراض، خلص المريض بالسيف زون. فتت بعدم ضبط السكر على الأقل تابع حالك عن طبيب، الإهمال هو الأساس. نحن فينا نفرمل قدر الإمكان كطبيب، منساوي حقن، منساوي ليزر، منساوي قطع زجاجي، منفرمل منأخر، لكن إذا سكرك مو مضبوط النهاية حتمية، إذا مو هلأ بعد 5 سنين، إذا مو بعد 5 سنين بعد 10 سنين. تمام، يعني بالختام نصائح مهمة ومعلومات طبية. بدنا نشكرك كثير الدكتور أحمد موصلي، اختصاصي بأمراض العين وجراحتها. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا كثير، شكرا على الاستضافة، شكرا لكم، بسطنا كثير، إن شاء الله يكون في فائدة للجميع. إن شاء الله حكيم، شكرا لحضورك اليوم، ويومك حلو ودائما هيك بالصحة والسلامة لكل حدا. ومثل ما قلنا اليوم الكشف المبكر هو أهم أساسات العلاج، ممكن ما نروح أصلاً للأمراض الشبكية. شكراً حكيم. شكراً. أهلا وسهلاً. أهلا وسهلاً. تشرفتونا.